قالت حذاء تبون فوق راسها. نعم، النظام الجزائري العسكري له ذراع ذبابي إلكتروني ويدفع له. العراق وبتتكلم اللغة الكردية وبتتكلم اللغة العربية، بمعنى انها بتقدر يعني تصل انها تحكي باللغة الفلسطينية، ولكن هي شيعية وانتمائها الى الجزائر، انتماء كامل الى الجزائر. نحن الفلسطينيون عندما نقول نقدم ابنائنا شهداء نقدمها من اجل المسجد الاقصى، ولا نقولها هي نقدمها. اسمع وهذه قبل هيك اسمع قالت، اخي وهذه عدنان، قبل، وانت تعلم بانها قالت حذاء تبون فوق راسها. نعم، هذه المرأة لا هي تمثل انتماء، الشعب شوف، الفلسطيني. هي نعم انتماءها ليس للجزائر، هي انتماءها لفلوس تبون. هي لا نعم تؤمن لا بالجزائر ولا المغرب ولا فلسطين، هي تؤمن بمن يدفع، هي تؤمن بمن يدفع. ونحن على علم أن النظام الجزائري العسكري له ذراع ذبابي إلكتروني ويدفع له. الناس كتخلص تاخذ فلوس نعم للخدمة الإلكترونية. احنا ندخل يعني من تلقاء أنفسنا، لن تجد في المغرب من يدفع لك أو يؤطرك عشان تدخل لايفات وعشان هيك وعشان هيك. هذا ضرب من نعم الجنون بالنسبة للمغاربة. أما الجزائر نعم فبالحجة وبالدليل، هناك مكاتب وعمارات مخصصة للذباب الإلكتروني. إن أردت الحجة نعم والبيان والله نأتيك بها، ونأتيك بمن اشتغل عندهم، وهي موجودة على اليوتيوب، موجودة على الصفحات، وهم يقرون حتى بالمبالغ التي تدفع لهم. إذا اللوم هنا على من أدخلنا في هذا النفق. مثل هذا الكلب، هذا الرويبدة، هذه يجب أن تحارب من طرف الجميع في جميع اللايفات، ويجب أن تؤذب. وأنا قلت لها أنك لقيطة، بنت 60 لقيطة، وأولادك لا أب لهم، لأن المرأة التي تعرف الأب ديال أولادها لن تقدمهم قربانا، لا لتونس ولا للجزائر ولا لليبيا ولا لأي بلد. هذه كبدك، هذا دمك، هذا قلبك. الأم علاقتها بأبنائها. لو قلنا أب جاء لليف وقال أنا أقدم أبنائي، نلتمس له العذر، هذا أب. ولكن أم وتقول أنا أقدم أبنائي، فهي لا تعرف أبناءها من أين جاءوا، ولا تعرف الأب الأصلي لهم، وتريد المغاربة. أو فهنا يجب أن ولكن أسعد، نركز على من قام بشحن اللايف وجعلنا كلنا نخرج على بزلات. ليس أسعد فقط، حتى أنا أقولها أمامك، أنا قلت لا، أنا لا أعرف لا فلسطين ولا القدس ولا قضية ولا عروبة ولا أي شيء، لأن استفزازها يفوق كل قياس. وهذا هو المشكل، هذا الشيء اللي كانت كتقلب عليه هو أنها تفقد السيطرة، تفقد لا، الأعصاب أنا لم أفقد نتاع السيطرة، المغاربة. وإنما أخذت أنها لقيطة، بنت 60 لقيطة، وأن الحفرة اللي تحفرت لها بأن عندما تقدم الأبناء ديالها قربانا للتبون فقد تبين يعني الأبيض من الأسود. أما كاين شي أم عباد الله تجي تقول لك أنا نعطي ولادي في سبيل، كون قالت غنعطي ولادي في سبيل فلسطين. نعم، احنا كنشوفوا الفلسطينية عندما يموت الشهيد تزغرد الزغاريد وتفرح وتقول أنها زفتك عريس بالجنة. هذه هي بالطبع، الفلسطينية لأنه شهيد الحرة. على حق، لأنه نعم، شهيد هذه على حق. شهيد على حق، وهي فلسطينية حرة. هذه الفلسطينية، أنا لم أسمع أبدا فلسطينية تقول أنا أعطي أولادي لجنوب إفريقيا أو للجزائر أو يا كلاباس. من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس، وهي كفلسطينية فلسطين أولا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.